أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات. حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن أدب التكايا التركي. تعد الرؤية الصوفية هي الطريق للوصول إلى العشق الإلهي وانعكاس صورة صنع الكون على الله تعالى. فنما هذا الأدب في مقياس كبير وتطور تحت تأثير الدين الإسلامي. ومفهوم شعر التكايا من حيث الشكل والنوع فهو مفهوم غني متكامل، وبينما كان موضوع تسلية السكران هي إحدى هذه الموضوعات، فإن أكثر الأمثلة الشائعة أنه كان يرمز إلى حانات الخمارات والعياذ بالله برمز تكايا، ويرمز إلى الخمور والعياذ بالله برمز الإله، وإلى شيخ الطريقة الصوفية بصاحب حانات الخمارات والعياذ بالله. وقد قام أدب التكايا بوظيفة الجسر ليربط بين الثقافات، وهو أيضا الأدب الذي يعتبر كونه موحد لمجموعات من الناس، والذين أيضا مدحوا في كبار الطريقة الصوفية بما في ذلك الطريقة الملوية في بادئ الأمر. في الأدب الديواني قد كتبوا أيضا قصائد ومثنويات مدح في المؤمنين بنفس الطريقة، بيد أن أدب التكايا يتضمن لغة وموضوعات في إطار الأدب الشعبي الذي يستطيع أن يفهمه الشعوب، والذي يرتبط بالطريقة المولية أيضا، وتتضمن المناقب كبار الطريقة المولية والأنفاس والإلهيات التي تقال بنغمة غنائية أثناء الشعائر والطقوس في التكايا. ثم اعتنق يونس أمر شاعر القرن الثالث عشر عن كتب العديد من الطرق من مولانا جلال الدين الرومي، الذي أظهر واجهة التسامح والرحمة بجانب الموسيقى والرقص، وذلك في الطريقة المولية. حصلت أشعار يونس أمره على اهتمام ومكانة كبيرة في الحفلات، وتوصل العديد من الشعراء المتابعين والمريدين لطريق يونس أمره، وكتبوا في موضوعات مشابهة لموضوعاته. وقد تكون ثلاثة طرق أدبية مختلفة عن بعضها حول الطرق المنفصلة والمعتقدات عن الطريقة المولوية. أولا، تناول بعض شعراء مؤسسو الطريقة المولية موضوعات معتقداتهم ومبادئ الطريقة المولية وحفلات الدخول والأذكار الخاصة وهلم جرة. وقد أضاف الشعراء الرئيسيين لهذا النوع من الأدب القادرية، وهي طريقة من طرق الشعراء بطريقة خلوتية أي خلوة. ثانيا، تناولوا موضوعات تكايا الميلامين وقواعد الطريقة والأذكار وغير ذلك. اعتمد حاجي بيرم على والي الذي ضم النقشبندية بذراع خلوتية بين الميلامين. ثالثا، تكون شعر العلويين من تجمعات أوسع من الطوائف الأخرى وأشعار البكداشية المرتبطة بحاج بكداش والي، وانفصل شعراء الطوائف الأخرى عن أشعارهم، ويعتبر هذا الأدب أكثر بساطة بكثير من النوعين الآخرين في أدب الطرق الصوفية من حيث اللغة والتعبير. أما شعر العلويين والبكداشية هي أشعار مرتبطة بأهل بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم وبعلي، وهي إحدى الأشعار الهامة الرئيسية، ومدح 12 إماما المهدي المنتظر باعتباره المنقذ من جميع المظالم. فتناول الشعراء الرئيسيون هذه الموضوعات بكثافة. هكذا انتهت حلقة اليوم التي كانت بمضمون أدب التكايا التركي القديم. شكرا لكم.